الدرس رقم 223 الداتا فورم، هو برضك نموذج ادخال البيانات وممكن استخدمه في التصفية في الفلتر يعني، عشان كده انا حطه في البحث، عشان كده انا حطه في الايه في الفلتر، مجموعة الفلتر، لان ممكن طبعا في داتا كتير لو انا بدخل، حتى كمان هو بيدي تسهيل في ادخال البيانات، لان احنا في الداتا اناليسز هندخل بيانات او كده، فممكن بدل الجداول ادخل في فورم نموذج ادخال. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ ببساطة شديدة، الملف اللي موجود معانا ادي جدول موجود، طبعا كالعادة بسيب لك انا الحاجات، ده جدول في المقالة انا كاتب لك ان ايه شروط الجدول ده، ما اقصى حاجة عشان اعمل فورم يعني. طب انا هجيب فورم دي منين؟ اقول لك ان انت تدوس على الكويك اكسس تول بار زي ما انت شايف كده، واقول له مور كومنتس، وهلاقي ان انا بوبولار كومنتس دي لا ما اختارش دي، اقول له انا عايز اول كومنتس، اول بعد كده هتظهر لي دي، ادوس على حرف الاف على لوحة المفاتيح وانزل لكلمة فورم، هلاقي فورم موجودة اهي، اضيفها اعملها اد، هبص الاقيها اقول اوكي، هبص الاقيها بقت موجودة، هي دي الفورم، اقف في اي مكان في الجدول وادوس على الفورم دي، هلاقي الفورم دي ظهرت كده، هم دول 14 سطر يعني بكل الكولومز بتاعتها اهي، هو ليه حدود في الكولومز يعني، هتشوفها هتلاقيها في المقالة، انا كاتب لك الحدود ومواصفاتها واستخدامها. وممكن اتنقل من النيكست نيو، اضيف، ممكن اضيف بنيو دي اضيف حاجة جديدة تضاف، اكون عارف انا بعمل ايه يعني، فممكن اكتب اي كلام، انا هكتب اي كلام طبعا، بس انا مش بضيف من اوله، ارجع كده تاني اقول نيو واضيف اي حاجة بس كده، اقول له نيو تاني. انا لو قفلت ده هبص الاقي الداتا دي اتضافت، هلاقي الداتا دي اتضافت. نعمل تاني الكلام ده، انا واقف على اول حاجة خالص، هقف كده في اول الجدول، ادي الداتا بتاعتي، يمكن عشان الجدول كبير، ادي الداتا اللي احنا ضفناها، انا طبعا همسحها، هقف في اي برضك نفس الكلام وادوس على الفورم دي، هتطلع لي الداتا دي. لو انا عايز اضيف داتا جديدة هكتب مثلا بي 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 نيو سي 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 نيو، هلاقيهم بيتضافوا زي ما انت شايف كده. طب انا لو عايز ارجع بريفيوس او اي حاجة، فايند او ارجع فايند بريفيوس، هلاقي ده موجود اهو، اقدر اعمله ديليت فاتمسح بريفيوس للتاني، ما لقيتوش، عايز امسح البي بي ده ارجع برضك واقف عليه اهو كده ديليت. يبقى انا استخدمت الفورم دي، بتسهل لي الشغل حبة، بدل ما انا عناية في الجدول تبقى صعبة، انا عندي نموذج داتا فورم اقدر اكتب كل حاجة، واقدر ابعد ابحث مثلا، عايز ابحث عن في كراتيريا بقى، كراتيريا دي اللي انا هعمل بيها اللي هبحث فعلا، اكتب اس اعمل فلتر يعني، فهكتب في اللاست نيم اس استرك واقول له فورم، ابص الاقيه اما طبعا دول عددهم كذا، فهنشوف اس دي عمل هو ايه، ما اقول له لاول واحد طلعوا لي واحد اللي هو سميث ده، طب اقول له فايند نيكست سميث تاني رقم 8، رقم 8 فايند نيكست رقم 14، كانهم ثلاثة، كانهم ثلاثة، ما جابش غير رقم اللي هو ده يعني، ففايند نيكست مفيش خلاص، فايند بريفيوس، وهو كده عملت لي تصفية على الأساس ده. طب أقدر أكتب كذا حاجة مع بعض يعني، برضك أدوس على كريتيريا وأحط في كذا فيلد كريتيريا وأبحث، يبقى كده كأن عملت، هو كده عامل فلتر على مديني الأرقام دي، ممكن بقى كل حاجة من الحاجات دي اللي جات لي دي زي سميث اللي هو رقم 15، أو أنا أقول له فايند نيكست عايز أمسح الأخير ده، أو أمسح الأولاني اللي واقف عليه، أقول له ديليت خلاص. مثال تاني، انا برضك هقف، ما ينفعش لو انا مش واقف ودوست على الفورم دي مفيش حاجة هتظهر زي ما انت شايف كده، لازم اكون واقف على اي حاجة وادوس على الاداة اللي اسمها الفورم دي. طب انا دلوقتي قلنا برضك ان انا لما اقول له كريتيريا اللي هي عايز احط شرط معين، فبدور على حاجة معينة، لازم طبعا ما اقدرش اخرج كده، في ما اقدرش ارجع لها يعني، لازم اكون بدور على حاجة بجد، فانا هنسخ حاجة عشان تبقى حاجة بالظبط يعني، فبدور على مثلا
عندي هنا جونسون واحد، اتنين جونسون اهم، ببحث عن جونسون ومش عايز يعني ادي جونسون وادي جونسون، مفيش تاني، فانا هختار فرضنا انا بدور على دي بس الرقم بس ده في السيلز ده، فانا هدوس على الفورم كده وادوس على الكراتيريا، بعدين اقول له اجي في السيلز احط الرقم اللي انا كنت حاطه انساخه يعني في جونسون دي، واختار في السيلز الرقم التاني، وده اللي ممكن نستخدمها في حتت كتير، زي ما يقولك مثلا في اي مؤسسة بتدخل بيانين ثلاثة وبعدين تقول له find، اللي هو 9003 كده. بس هو هنا جاب لي اتنين جونسون، رقم ستة، لا هو رقم ستة رقم واحد بس، اقول له find next وقف عليه، يعني هو كان بيدور يعني، فجاب لي الرقم هو جونسون اللي انا عايزه ده. طب عايز ارجع تاني للايه، انا كده كراتيريا، خلاص اقول له الكراتيريا تاني، لو قلت له فورم، طبعا لو قلت له فورم كده خلاص هو هنشوف كده بعمل ايه، عمل لازم ادوس على فورم، يعني ما اقول له كراتيريا واكتب شروط هنا ادوس على فورم ويروح للكراتيريا دي. خلاص هو ده الشكل بتاعي، مش جايب لي غير وان ريكورد، لو قلت له فايند نيكست فايند بريفيوس، طب لو قلت له نيو كده وبعدين قلت له فايند، برضك هو ضاف واحد جديد لكن ما عملش اي حاجة. كلوز، قفلت الفورم، اقف على الفورم تاني وادوس تاني على الفورم دي، هتطلع الفورم من اي من غير اي كراتيري. فده التصفية، ان انا لازم ادوس على كراتيريا تطلع لي الشاشة فاضية، ابدأ اكتب فيها اللي انا عايزه، بعد كده ادوس على فورم يبدأ ينفذ اللي ايه، يجيب لي الفلتر ده ينفذه، يعني ادوس على فورم يبدأ ينفذ الايه الحاجة دي. لو انا دوست على فورم كده من غير ما اعمل اي حاجة طلعوا لي الواحد اوف 13، لو قلت previous بيتحرك اهو، يعني السهم ده بيحركني، بتحرك كده بتحرك على ده بيحركني على كل ريكورد، بيجيب لي ريكورد ريكورد على اعتبار ان السطر ريكورد يعني. ده باختصار يعني، ده باختصار شديد يعني، هي دي الفورم. لكن في الفيجوال بيزك فور ابلكيشن، فيجوال بيزك الفي بي اي، هقدر اعمل فورم زي ما انا عايز بالشكل اللي انت شايفه ده، شايف الشكل ده، هقدر ان انا اصمم فورم بيه وابدأ اعمل داتا زي ما انا عايز، كأني بعمل برنامج يعني. في الاكسل اقدر اعمل الفورم دي باستخدام ما ناخد الفي بي اي، هناخد لو احتاجنا نعمل حاجة زي دي في مثال او تطبيق او كده هنعملها. بكده يبقى درس الفورم خلص.